وطبعا هذا السوق غتسرع ايضا ميدان الطاقه المتجدده والميادين الاخرى ديال الطاقات النظيفه اللي بغينا نشتغلوا عليها، بما فيه طبعا الهيدروجين الاخضر والامونياك الاخضر. تم في شهر مارس 2024 توقيع واحد المذكره تفاهم جد مهمه ما بين 4 الوزارات وخمس مؤسسات وشركات عموميه باش تنسق الاعمال ديالها. غتقولي علاش غادي يوقعوا هاد 11 مؤسسات عموميه ووزارات باش تنسق الاعمال ديالها؟ لان هذا الميدان ديال الغاز الطبيعي، البنيه التحتيه ديال الغاز الطبيعي، عرفت 20 سنه ديال التعثر، 20 سنه ديال التاخر. فلذلك ارتئينا انه هاد يكون هاد التوقيع على مذكره التفاهم باش اللجنه القياديه ديال هاد 4 الوزارات وخمسات المؤسسات العموميه يشتغلوا بطريقه سلسه. نظمنا ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في تاريخ 31 ماي 2024، اللي قدمنا فيه كل تصور جديد لتطوير قطاع الغاز في المغرب، بما فيه طبعا تسريع غاز سندرارة وغاز العرائش، وعرض مختلف المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحيرة. واليوم احنا في المراحل الأخيرة باش نصدروا دعوة لإبداء الاهتمام بهذا الموضوع ديال البنية التحتية، وأيضا في المراحل الأخيرة باش نبداو المسطرة للمصادقة ديال قانون الغاز اللي غادي نردوا إن شاء الله للبرلمان باش يبدأ تشاور فيه. وأخيرا بدأت البوادر ديال هذه المجهودات في نصف الولاية الحكومية كتظهر باستثمارات مغربية أيضا لتشجيع، ما كاينش غير الاستثمارات الأجنبية، كاين حتى الاستثمارات المغربية لتشجيع مشاريع سندرارة والعرائش. فكيف ما كتعرفوا خلال سنة 2024 قامت شركة أجنبية ببيع ما يناهز مليار ديال الدولار ديال الأصول ديالها في مصر وإيطاليا وكرواتيا باش تركز على الاستثمارات ديالها في العرائش. وقامت شركة خاصة مغربية بالإعلان على تمويل أكثر من 35 مليون ديال الدولار لتسريع مشروع تندرر. هادشي كلشي وقع في هاد 6 الأشهر الأولى ديال 2024. فنحن أيضا في هاد الصدد بكل فخر كنعتزوا بالتحول اللي كيعرفوا اليوم لهاد القطاع بفضل توجيهات ومبادرات ملكية سامية. تحول المغرب إلى اليوم إلى الممر من إفريقيا لأوروبا، وبغيت نقول أنه الممر الوحيد ما بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي لعبور الطاقة الخضراء، بما فيها طبعا إن شاء الله الطاقة الغازية في الاتجاهين. وأصبح الاستثمار الخاص بما في الاستثمار المغربي كيستثمر أيضا في الغاز الطبيعي، وهذا كيتبنى له الثقة اللي بنيناها في هذه 3 سنوات الماضية. شكرا.